الاخوه اللي بغيت نستغرب هو باننا ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه باننا راسلنا الوكاله وعندهم تصاور ديال السور بانه غادي يطيح. هاد السور هذا راه غيجر معاه دار اخرى. الا ما شفتو لداخل راه واقيلا شفتو لداخل بان السور الاخر راه مال بانه غادي يمشي. حنا ما فهمناش بان هاد الوكاله شاده واخده الفلوس. واخده الفلوس ما شفنا والو من المدينه القديمه. حنا كولاد المدينه القديمه راه نصف المدينه مهمش. واقيلا دايرين لنا ديك الكنار ديال ديك الديور الايله للسقوط وباركين يحيدوا لنا في الدراري ولاد المدينه ويديوهم لدوك المناطق العشوائيه ويجيو كيقولوا لنا باننا حنا المدينه واقيلا تباعت. هذا السور هذا 13 عام اسيدي ماشي 4 سنين ماشي 5 سنين 13 عام باش تحبس. راهم راه فين حبسوا؟ حبسوا في ذاك القنت. من ذاك القنت خلاو هذا القنت لهذا القنت 13 عام باش رابت هذه الدار هذه باش هاد السور ما ترمم ما وقع ليه ما داروا ليه حتى شي حاجه. هاد السور هذا جاو حتى لهنا وما يحبسوا دايرين السبه واقيله بالطوارو ديال الزبل وجامعين عندنا الطوبات. راه لا اله الا الله راه ما بقيناش كننعسوا. راه ما يقارب عند 300 طوبه اللي كتكون بالليل. وهاد الشيء صورناهم فيديوهات وعندنا التوثيق وثقنا هاد الشيء وديناهم لسميتو وديناهم المقاطعه وعطيناهم الوكاله. عندهم الفيديوهات وعندهم التصوير وعندهم المراسلات ديالنا حنا كجمعيه بالكاشيات ديالنا وجمعيه المجتمع المدني ما يفوق عن واحد 60 جمعيه اللي درنا التوقيعات ديالنا وصيبنا الكاشيات وكاشينا في المراسلات ولا اذان صاغيه اللي غادا تشوف في الحاله ديال المدينه القديمه. المدينه القديمه راه في الضياع راه في الضياع. وكنطلب من المسؤولين وسيدنا الا كان كيسمعني الله ينصرو وعاش الملك الا كان سيدنا كيسمعني الله ينصرو كنطلب منه ما يبقاش يوهب فلوس للشفاره يعطيهم الناس اللي غادي يخدموا البلاد ماشي اللي غادي يبدا اللي غيبدا ينهب ويبدا يدي لنا الفلوس. هنا المدينه القديمه راه تخسرت على ما يقارب ما شحال من مليار دابا اللي تعطات على 33 مليار على المؤخره اللي تعطات راه ما تصيب فيها والو راه ما مصيبه ما والو. الخراب احنا كنشوفوا فيه كنشوفوا الصور ديال المدينه. واش هذه خدمه اللي هي جوج المليار او اللي 300 مليار اللي كاينه في المدينه القديمه؟ هادشي راه حشوم وعار. وكنا كنهدوا وكنا كندوا وكنقول اودي المدينه راه ما تخدماتش مزيان بالتالي حفظ الله حفظ الله الداري هربوا. كانت غيكون هنا واحد 8 ليال الروح ولا 10 الروح. بالتالي المدينه القديمه كما كتشوف الازمه كما تشوف الحفاري طبت قوم على كتف على شي تخدوا على شي تخباو. شوف السور كي ولا شوف الحفار كي ولات الناس ولات مهده. هي دار دابا دار هاد السور جنى على دار جنى على دار هي دابا دار هي تجرات. بالتالي حتى من غنبقاو كنتماطلوا حتى من غنبقاو نغمضوا عينينا. فعلا الوكاله الحضاريه انت المشرفه على المشروع لاعاده هيكله المدينه القديمه فانت اللي كتحملي مسؤوليه والمسؤوليه ديال هاد الصور. اذا ما درتيش خدمتك ما كاينش شي صور كيتخدم بوصلانه والقبص. الاسوار التاريخيه عندهم خدمه ديالهم عندهم الناس اللي هما بروفيسيونيل. لا مشيتي ورزازات ولا شي معد المدن الجنوبيه ديالنا راه كاينين الناس محترفين في الخدمه. بالتالي احنا شحال باش تصيبات المدينه 4 سنين 5 سنين ها النتيجه ديال المدينه القديمه. هذا غير الصور عابس زيد الا جينا نهضروا على ليليغو وعلى الواد الحار اذا المدينه ما تصيبات والو. الفلوس ضاعوا هكاك المشروع الملكي هو كيضاعوا هكاك كنشوفوا فيه. بالتالي ملي كنراسلهم او كنقول ما ودي راه ناقص الخطر ما كيتصنطوش النتيجه ها المدينه ها الصور ديال المدينه طاح. المدينه اللي دخلتي لها الان كتاسف. اذا بحال ما تخسرت على والو. اين المسؤول؟ الله اعلم. الوكاله الحضاريه كتحمل مسؤوليتها وكي خصها تحمل مسؤوليتها خصها تحمل مسؤوليتها وكي خاص دار الاعاده ديال التقييم ديال اعاده هيكله المدينه القديمه خاص الان دار الان دار اذا التقييم مصيبه كحله.